قام الجد والجدة بدور كبير في تربية الآباء، لكن هل لهم دور في تربية الأحفاد أيضاً؟ لنتعرف على ذلك معاً. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أغلى من الولد إلا ولد الولد، كلمة بنسمعها بتتردد على ألسنة الجدات والأجداد، ومن هذا الباب بتبدأ تتوسع رقعة التدخل بحياة الأحفاد وبتبدأ المشاكل مع الوالدين. فالأبوين عندهم طريقتهم الخاصة في التربية، والأجداد حريصين يدللوا الأحفاد أو بيكرروا يلي ربوا أولادهم عليه. تدخل الجدة والجد ومشكلة صراع الأجيال هي مشكلتنا اليوم. المشكلة الكبرى أعزائي هي الفراغ الكبير يلي بيشعروا فيه الأجداد. فالجد تقاعد من وظيفته وقعد بالبيت، وبالكتير صار ينزل للمسجد أو القهوة ساعتين بالنهار، والجدة صحتها ما بقى تساعدها توقف المطبخ أو حتى تنظف البيت، يا دوب ترعى الصغير وتقضي حاجاتها الأساسية. وبالتالي تعلقهم الشديد بالأولاد هو السبب الثاني اللي بيخليهم يسمحوا لأنفسهم بالتدخل بكل كبيرة وصغيرة تحت مسمى نحن الأكبر، وهي التربية الحديثة كلها غلط بغلط، وربيناكم هيك وطلعتوا ما في منكم. والآن خلينا ناخد شوية حلول لعله ننقذ الموقف قليلا. 1، طبعا كلنا كأبناء نحترم والدينا وهذا فرض علينا بديننا، لكن الاحترام ما بيعني أبدا تلاشي الحدود والسماح بالتدخل بكل التفاصيل. ربما كنا مجبورين نقعد ببيت واحد لسبب أو لآخر، فالأفضل وضع حدود عريضة منذ البداية نحكي فيها عن الأمور المسموح فيها بالتدخل والأمور غير مسموح فيها، وإذا فات الأوان بإمكاننا الآن رسم الحدود، نحط حدود جديدة بعد اجتماع داخلي دون حضور الأولاد، وبكل أدب واحترام نطلب منهم رسم حدود ووضع النقاط على الحروف. لا مانع من التدخل بالأمور الصغيرة، ولكن يكون الأمر محصور بأمور سطحية مثل المساعدة بأكل الأولاد ولبسهم وما شابه ذلك. أما التعاون مع الأولاد على تجاوز قوانين الأسرة فهذا ممنوع على الإطلاق. 2، بطبيعة الحال الطفل بيميل إلى يلي بيدلله، والجد بحكم طولة باله وفراغه بيحاول يجذب الصغار لإله ويقضي معهم وقت أطول بتدليلهم، ولكن في كتير من الأحيان بيفسدهم طبعاً مو بقصده. 3، حتى بحال الأجداد ما كانوا عايشين بنفس البيت فالمشكلة قائمة بحجة أنه لما يزوروا الولد يكونوا مشتاقين للأحفاد ولازم تلتغى كل القوانين. أعزائي، ممكن التخفيف من حدة الموقف بالاتفاق مع الأولاد بأنه القوانين ما زالت سارية حتى بحال زيارة الأجداد، وستتم المعاقبة على المخالفات بعد رحيل الجدين، يمكن بإشارة أو حركة متفق عليها مع الطفل يفهمها ويعرف أن الموضوع جدي مو مزح. 4، بإمكانك استثمار هالعلاقة بشكل عكسي، فإذا كان الطفل ضعيف الشهية على الأكل نطلب من الجد أو الجد إطعامه، هيك بنكون أعطينا للجد المكانة يلي بيحبها ومنحنا الإحساس بالسعادة بأنه عطاؤه لساته مستمر وأنه كلنا لساتنا بحاجة إله، ومنكون كمان طعمينا الطفل من غير تعب. 5، يخطئ بعض المربين بإظهار الخلاف بينهم بين آبائهم وأمهاتهم أمام الأولاد، فالطفل مهما كان عمره سواء كان في الطفولة الأولى أو حتى الأخيرة رح تتشكل عنده عدة استفهامات حول طبيعة العلاقة بين أهله وجده، ورح تتلخبط الخريطة بذهنه حتى لو وقف مع الأبوين، لكن بداخله رح تبقى شروخ واسعة صعب مداواتها في المستقبل. 6، مشكلة الحماية والكنة الأزلية هي أم المشاكل، فبتتعمد أحيانا الجدة تضخيم أخطاء كنتها لتبرز فهمها وتميزها عليها، وفي كل الأحوال سواء كانت مصيبة أو مخطئة راح يوقع الأب الحرج، فوقوفه مع أي منهما راح يشكل مشكلة. هالمشهد لو تكرر أمام الطفل راح يعكر له صفه ويفقده احترامه لأمه مع الأيام، فعلى الأب وضع الحدود الواضحة لهي العلاقة خوفا على الأبناء. 7، وحتى الأم أحيانا تخطئ بسبب الموروث الشعبي اللي بيقول حطي لحماتك حدود ولا تسمحي لها بالتدخل على الإطلاق، بيخليها هذا الكلام تحكم على علاقتها بالفشل مهما حاولت الجدة تحسين العلاقة. فالتخلص من هالأفكار المسمومة هو عين الصواب، لأنه استقرار حالة الطفل النفسية وسكينته هو الأولى في الأسرة، وهذا بحد ذاته يستحق التنازل والتسامح. وفي النهاية كلنا كآباء وأمهات رح نكون في يوم من الأيام جدات وأجداد، خلينا نخبي شيء لهذا العمر يخلي علاقتنا بأبنائنا وأحفادنا طيبة ودائمة، فالحياة أقصر من أنه نضيعها بالمشاكل والخناقات. وسعادة تامة أتمناها لكم ولأبنائكم ولكم مني السلام.